بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. الدرس 20 من كتاب أسهل المسالك. وانفع بما نجس غير الآدمي، ومسجدا والنجس عينا حرمي، وحرم استعمال نقد كالإناء ولو لأنثى، واغتلالا واقتناء، وحلية الرجال بالنقدين، لا خاتم الفضة درهمين، متحدا أو مصحفا أو سيفا، وربط سن مطلقا أو أنفا، وحرمة الحرير مثل القز، وحرموا وكرهوا وجوزوا في الخز، وللنساء إباحة الحرير والنقد لا كالقفل والسرير. هل سنة إزالة النجاسة؟ وانفع بما نجس غير الآدمي، ومسجدا والنجس عينا حرمي، وحرم استعمال نقد كالإناء ولو لأنثى، واغتلالا واقتناء، وحلية الرجال بالنقدين، لا خاتم الفضة درهمين، متحدا أو مصحفا أو سيفا، وربط سن مطلقا أو أنفا، وحرمة الحرير مثل القز، وكرهوا وجوزوا في الخز، للنساء إباحة الحرير والنقد لا كالقفل والسرير. هل سنة إزالة النجاسة؟ وانفع بما نجس غير الآدمي، ومسجدا والنجس عينا حرمي، وحرم استعمال نقد كالإناء ولو لأنثى، واغتلالا واقتناء، وحلية الرجال بالنقدين، لا خاتم الفضة درهمين، متحدا أو مصحفا أو سيفا، وربط سن مطلقا أو أنفا، وحرمة الحرير مثل القز، وكرهوا وجوزوا في الخز، وللنساء إباحة الحرير والنقد لا كالقفل والسرير. فصل. هل سنة إزالة النجاسة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، نبي الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الدرس 20 من كتاب أسهل المسالك. عدنا والحمد لله إلى دروس أسهل المسالك. نرجو الله تعالى أن يوفقنا الله تعالى للعمل بها، ويوفقنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فهذه هي أسهل الطرق إلى الجنان، وهي طلب العلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، كما قدمنا لكم ماضيا. وهذه فروض العين، هي أهم ما يهتم الإنسان بها، كما قال الهلالي: وقدم الأهم، إن العلم جم، والعمر طيف زار أو ضيف ألم، أهمه عقائد ثم فروع، تصوف وآلة بيشرع. والتصوف وتطبيق العلم معناها تطبيق العمل بالعلم لا غير ذلك، ليس طريقة ولا بيع. لا، نعم. وانفع بما نجس غير الآدمي، يعني أن الأشياء المتنجسة ليست النجسة، إن ليست النجاسة بعينها، ما هي المتنجسة، كالثوب النجس وكالماء النجس وكالصابون النجس، يمكن أن تنتفع به في غير ذواق الآدمي. فلا يمكن للآدمي أن يشرب ماء متنجسا ولبنا متنجسا أو طعاما متنجسا، ولكن يمكن أن يطعمه كلبه وبقرته وحماره إلى غير ذلك، ويمكن أيضا أن يسقي زرعه بهذا الماء النجس أو هذا اللبن، يعطيه لحيوان يشربه وهو نجس، لا بأس بذلك. أما ذواق الآدمي والمساجد لا يمكن ذلك. أما النجاسة عينها، ذات عين النجاسة كالعذرة والبول والدم والخمر وغير ذلك من النجاسات كالميتة، لا يجوز استخدامه في أي شيء، لا يجوز أكله ولا شربه، ولا يجوز أيضا استخدامه في أي منفعة. ومسجد ونجس عين الحرم، وحرموا استعمال نقد كالإناء، يعني أن الأواني من الذهب أو الفضة، النقد تقال الذهب والفضة، لا يجوز استخدامها لا لرجل ولا لآدم ولا لامرأة. المرأة والرجل يحرم عليهما أن يجعل إناء
من ذهب أو فضة أو سجادة يعني فراشا لا يجوز ذلك ولا الأنثى، واغتلالا كذلك أيضا لا يجوز أن يستخدمه الرجل أو المرأة في مصالحه، فقد لا يملكه ولكن يستخدمه، هذا أيضا لا يجوز، كأن يأخذ إناء من ذهب أو فضة عارية ويستخدمه فلا يجوز ذلك، لا يجوز له استخدامه ولا ملكه. نعم. واغتنى كذلك أيضا اكتسابه بأن يدخره للعاقبة، وحلية الرجال بالنقدين كذلك أيضا حرم على الرجل لبس أحد النقدين وهو الذهب والفضة إلا ما سيستهني، أما المرأة فلا حرج عليها أن تلبسه ولو ثوبا كاملا من ذهب أو فضة، ولكن هذا قد يكون من باب الإسراف. لا خاتم الفضة، الرجل لا يجوز له أن يلبس ذهب ولا فضة، لا ساعة ولا نعلا ولا قميصا محلا بذهب أو فضة أو أصله ذهب أو فضة، لا يجوز ذلك كله إلا خاتم الفضة درهمين أو أقل ومتحدا بأن يكون واحدا ويلبسه لأجل السنة، وقد قال ابن عرفة إن الخواتم الآن صار لا يفعلها إلا سفهاء الناس، يعني من لا خلاق له، السنة أو الندب إذا أدى لمفسدة يترك. لا خاتم الفضة درهمين متحدا أو مصحفا، يعني أنه خاتم واحد وللسنة، ويكون وزنه فصه درهمين أو أقل. الفص معناه هذه الدائرة التي تكون فوقه، معناه هذه الحبة التي تكون فوقه أو الدائرة التي كالأوقية التي تكون فوقه. متحدا أو مصحفا كذلك أيضا يجوز اتخاذ المصحف وغلافه من الذهب والفضة، لا حرج في ذلك. مصحفا أو سيفا كذلك أيضا السيف جعل مقبضه، معناه ما يقبض به من الذهب أو الفضة إرهابا للعدو، لا حرج في ذلك. ولطم السن مطلقا كذلك أيضا يجوز جعل الأسنان يجوز أن يجعل أسنانه من ذهب أو فضة أو يضببها أو يصلحها بذهب أو فضة، سواء كانت أصلا هي من ذهب أو فضة أو مضببة أو مصلحة بذهب أو فضة، لا حرج في ذلك مطلقا. أو أنفى كذلك أيضا لو قطع أنف الإنسان أعاننا الله تعالى وجعل له عملية مذهبة ومفضلة، لا حرج في ذلك. وحرمة الحرير مهر القز وكره وجوزه في الخزي، يعني أن هناك نوع من الحرير يخلط بغيره من الصوف أو القماش، فهذا أيضا فيه خلاف، هل يحرم أو يكره ويجوز، في ذلك أقوال ثلاثة. وللنساء إباحة الحرير، يعني أن النساء يجوز لها لبس الحرير ثوبا من حرير ويحرم ذلك على الرجل، وكذلك يجوز للمرأة أن تلبس النقدين الذهب أو الفضة ما شاءت منهما، لأنها قد يكون في سرف وإضاعة المال. لكن القفل لا يجوز لها أن تجعل قفلا من ذهب أو فضة أو سريرا، لا يجوز لها ذلك. وهنا أنتهي وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، ونرجو الله لنا صلاح الدارين والتوفيق والعافية والبركة في كل شيء، دعواتكم الصالحة والرجوع الرجوع 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 إلى الدروس، والحفظ الحفظ الحفظ كما أسلفت لكم في الدرس الماضي، الحفظ 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 الحفظ، فالمتون لا بد لها من حفظ، المتون لا بد لها من حفظ، من لم يحفظ المتن، وما يقول في موريتانيا من لا يحفظ النص يطمس، ولكن ذلك غير صحيح، من يحفظ النص يطمس معناها له يمكن أن يبحث، ومن لا يبحث يعرف النص ليس له شيء أصلا، لأن الحفظ مقدمة الفهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن لم يعرف المقدمة كيف 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 يفهم، من فقد الرأس كيف يمشي، فالمقدمة هي الحفظ، فمن فقد الحفظ فقد الفهم بالأولى. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.